السلام عليكم، معكم سبايدر. رجعت لكم بمقطع جديد عن فورتنايت. اليوم المقطع يا جماعه راح يكون رده فعل على لقطات غريبه ومستحيله صارت مع لاعبين فورتنايت، واللي في منها يا جماعه راح نشوف سر مخفي في تحديث الهالوين. ممكن اغلبكم ما شافه، حتى انا ما انتبهت له، لكن راح نشوفه بهذا المقطع. فلا تنسى اللايك، انزل تحت الصوره اضغط لايك، خلينا نوصل هذا المقطع اكثر من 50,000 لايك. متاكد ان شاء الله راح نجيبها، وبس ما راح اطول عليكم اكثر من هيك، خلونا نبدا. اوكي بدانا. ار بي جي من بدايتها شاله. راح تنفجر المحطه صح؟ راح يجيه ضرب سنايبر. شو راح يصير؟ اوه القم جاء واحد من وراء. اتوقعت يصير شيء بس شو ما بعرف. انا توقعت تنفجر المحطه، راح تكون لقطه اسطوريه. اوكي حلو والله. وراح يرجع صح، وقت انك تقتل الشبح بيطيرك لمسافه بعيده، اشياء مزعجه. بس جابها الاسطوره وشبح باونسر لاعب. اوكي اوكي لسه شبح قتله. شو اللي صار؟ الصوت اول شيء خليني ضعفه. اوكي حاليا بتوقع هل هو شو بيسموه؟ الاكس بي المخفي. اخذ 10,000 اكس بي من هذا القزم؟ قال لي انا مشيت من جنبه. تحدي مخفي. اوكي وبس تنزل على الشيلد، الشيلد بيرجع مثل ما كان. بالفعل انا شفت هيك عالم بالتعليقات عم تكتب لي، بس ما انت ما عرفت شو الفكره. بتقول لي الشيلد بيرجع مثل ما كان بس تمشي عليه. حلو. اللي ما سواها يسويها، انا ما سويتها لحد الان. كانه جاب الشبح نو سكوب. اوكي اللقطات في الهلوين اسطوريه، طالما في اشباح وما اشباح. جاب يووو حلو شبح قتله، بس لازم يعطينا شيلد وقت نقتل الشبح. حلو اخر واحد ضده شبح. القم انه سكوب يعني بتضرب على الشبح، وين ما ضربت بتصيب. شبح مختبأ. اوكي تحت الدروب بيخترقه ولا شو؟ اوه نزل عليه. حلو اتوقع ما راح يلاحظه، راح يطلع له. الله يرحمه. شاله ولا القم. يلا شو الايم المعفن. والله قتله. ليش راح سيتنج؟ فكرت راح يطلع. اوكي البوتات اللي كانوا عند الجسر صار لبسوا هاي تبع الهلوين وصاروا في سويتي. حتى سويتي متغير اسمها ولا شو؟ من اللغه عندها غير. هذا مجنون شو عم يسوي؟ بس معه كراش باد. شوف وين طالع. اوكي ضده. القم. ضده اعلم يدور على العالم، بس كيف طلع لهون؟ بدون ما حدا يشوفها. اوكي الار بي جي. لقطه بالار بي جي الجديد. طب مين راح تضرب؟ ما في حد تضربه. في واحد تحت يعني مختبأ. مستحيل تجيبه. اوكي. حلو بوت، اتوقع مساكنين على بوت. يا بوت يا شبح صاحبهم. اذا صاحبك بامكانك تقتله اذا شبح. حلو فوق الخزنة اكثر من واحد. حلو شوف هذه يسموك اقوى كمين. اهم من كمين الجسر ببجي. هاي الخزنة عم يصير فيها يعني يعني يا فخ يا كمين حسب اللي بيسموه. بعض العالم بيقولوها فخ، بعض العالم بيقولوها كمين. حلو اعطاها شوك ويف. ار بي جي راح يجيبها. يا اسطورة. شو هالايم. حسبها يا حظ ما بعرف. اوكي هذا اللي بجيب لقطات. كفو وجاب الشبح. طبعا الشبح صعب تجيبه، مري سهل ما بعرف يعني شفته صعب. اوكي 1v1. شكله اول مره بيفوز. هو صاحبه. هلا وين؟ اوكي في بليزنت. راح يطلع واحد من تحت عم ننتظره. طلع. سلام عليكم. سلام. او ماي جاد اذا بتسوي هاي الحركه بيضل معلق فيها. نصائح وجلتشات. اوكي حلو الباونسر على. راح اشوف شو كمان مره ثانيه. يا اسطوره. حلو ضدهم اثنين. مو الهلوين قبل الهلوين. حلو والله مره ثانيه. كفو اعطيها نسكوب.
يا الصورة من أول مرة. من أول مرة. حلو. في الوكالة عند مايدس. آه هو بدي يموت عشان يصير شبح. بطل يقتله. رامي لا قتلني. أو إنه خلص استسلم. آه إجا شبح. آخ من الأشباح. آخ من الأشباح بس. أوكي شكله بيسوي شيء. صار شبح بينزل. راح يسوي شيء. نفسه رجع بعد ما صار شبح ورجع رقص معه. ما هو كان طالع عشان يرقص معه. روح رياضية مش بسموها. خلاص سموها روح رياضية. هذا شاف الأشباح اللي وراه. أقل شيء في 10 أشباح وراه. واحد بالسيارة. شو وين بدي أروح؟ سلام عليكم. هرب. والله جابها. هرب. كفو كفو. هرب منهم. هرب منهم والله. دمجها. حتى هو سيارة دمجها. بس هرب. كفو والله. أنا محلق بخافة ما أعرف بدي أعمل. بس سواها حلو. أوكي بلشنا. بلشنا أكيد أرجع. وات. شو هاليم يعني أنت بتجو. أوكي سنايبر رشاش. بس أرجع. أوكي طول بالهلوين في ضدهم 13 شبح. 12 شبح ضدهم. 11 شبح. 10 أتوقع يفوزوا عليهم كلهم إذا معهم لان باندج. فازوا. كفو كفو. هل الأشباح كلهم أفضل طريقة للفوز. والله أفضل طريقة. اطلع فوق الشبح ما فيه يطلع لك إذا ما في بناء. أوكي هاربون ضد بيستول راح يسحبك ويزدك لمسافة بعيدة ولا شو. طيب اقتله شوليم. يلا القم القم. يعني لا عم تلعب أرينا حتى 1400 نقطة على شو. اوكي ضده شبح. ضده شبحين. شال الاول وشال الثاني. افضل طريقة انك تشيل اشباح اطلع فوق. افضل طريقة مستحيل يطلعوا لك. لكن اطلع من جوا الزون لان ممكن يكسروا عليك البناء. يعني خلي بناءك جوا الزون. طب ليه؟ ما هو استخدم باونسر وما سوى شيء غلط. طب وولفرين شو جابه الوكالة؟ وولفرين ضد مايدس. وولفرين ضد مايدس. مين راح يشيل؟ مين راح يشيل الاول؟ صح وولفرين. صح وولفرين اقوى. اقوى واحد وولفرين. اقوى بتوقع يا هو يا ايرون مان. بس بتوقع هو اقوى من ايرون مان لان هو يهيل نفسه ويدمج بسرعه. يعني هذا شو عم يصير معه؟ عم يتحول ولا شو؟ اه طور الابطال الخارقين. اوكي يعني. بس في شيء غريب عم بيصير معه ما بعرف. ولهنا يا جماعه بدكم وصلنا لنهايه حلقتنا. ان شاء الله المقطع يكون عجبكم. لا تنسى اللايك والاشتراك ونشر المقطع يا اسطوره. اذا كنت حابب انك تدعمني لا تنسى انك تستخدم كود الايتم شوب HMX. هذا الكود جدا راح يفيدني اذا استخدمته. وبس كان معكم سبارر من قناه سبارر جيمر. بيس اوت. Don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no loving, that's fine. Fuck local radio stations, I got more plays than all of these rappers combined. I'm going again, I've been going in, I'm fed up with so many things, I gotta just